شنو اللي صار بالضبط بينك وبين احمد؟ هل بديت بتفدليك او بعدك اللي تشنجت شويه الاعصاب؟ والله لا بديت تفدليك راح تشنج بس قلت بعد خلنا نلعب في سب اليوم حاجه ما يعرفوش العباد اللي احمد منتكور معايا وانا صغير سب لي يومي انا ذيك عز حاجه في الدنيا معناتها ما نرحمش واحد يسب لي يومي خويا شو نقول لك هذاك سير تيران معناتها تنجم تسير تخرج من التيران كل شيء يوفق فاروق لي ظالي حتى هو مكلي ما زينهاش برشا معناها كي حتى كي ضربته مكلي ما طاحش ولا مش على ما ضربتوش انا ما ضربتوش ليه جبدته شويه قلت له خرج ما هو كان نجم يطيح يعمل فيلم والاربيتر يظهر لي الاربيتر يشوف فيه شافه كيف سب لي يومي جا لي معناتها ديجا عطاني معناتها صفره ديريكت هذا كيما نقولوا اليوم الاربيتر ثلاثه ماتشات الاخرانيين يجيك اربيتر يبدا جيب مع كالكولاتريس معناتها اي حاجه يحسبها معناتها حسبك انت الاربيتر اليوم ما مشاش الاربيتر اليوم حسب في الاخرانيه الديفولت معناتها ما زفرهمش زفرنا كنا معناتها في السونتر نقدروا نحترموا برشا ما اليوم ما معناتها ما كانش على اوتور معناتها وما كانش كيما نقولوا نحن ما تزفر منه ومنه يزفر الاسبيرونس كاو وقتاش حسب رايك جماهير النادي مازال تستنى وقتاش بتقف السلسله هذه خايبه نول ديفيت وديفيت اخرى وقتاش لا شو نحن مانيش في ازمه راهو الحاج نكوروا مليح تشوف معناتها الروندمون تاع اليوم كورنا بالاربعاء وبالسبت معناتها روندمون كبير بقدر ربي ان شاء الله ان شاء الله كل شيء يتحسن ان شاء الله ان